كابتن إيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري، يعني في هذه التصريحات الخاصة بموقع في الجول، أكيد النادي المصري أمامه مواجهات قادمة إن شاء الله أمام الزمالك والإسماعيلي والأهلي. هذه المواجهات تم تحديد موعدها، والمواجهة الرابعة أمام بيراميدز لم يحدد موعدها، ولكن هذه المباريات هي مباريات هامة جدا وأمام فرق كبيرة، وأيضا في نفس منطقة منافسة النادي المصري في جدول الترتيب. استعداد حضرتك ورأيك عن هذه المواجهات والاستعداد لها؟ والله هي طبعا كل المواجهات القادمة مواجهات يعني مهمة وفيها ضغط، سواء من الفرق التانية، أهمية المباراة بالنسبة لها هي بالنسبة للمراكز، أو مننا احنا. لكن هو يجب إن احنا برضو يبقى احنا مستعدين كل المباريات، إن احنا نحاول إن شاء الله نكسب، بس مش عايزين يبقى في شد أزيد من اللزوم شوية، ما بنعدش لفرقة أكتر من التانية حتى نفسيا، ودي حاجة من الحاجات المهمة. لكن هيظل إن احنا مركزين في مباراة الزمالك، بعديها نفكر إن شاء الله في المباريات اللي بعديها، سواء إسماعيلي أو أهلي أو أي مباراة تانية يعني إن شاء الله. والتعاون مع اللاعبين في هذه الفترة كابتن قبل مواجهة الزمالك في فترة كويسة حضرتك بتقدر تشتغل عليها فنيا، شايف الاستعداد التجهيزات لهذه المباراة خاصة؟ والله هي ملهاش استعدادات خاصة، لكن الفترة دي بتخلينا إن اللعيبة اللي لسه بقالهم يعني كانوا مصابين ولسه راجعين، أعتقد بتديهم فرصة شوية إنهم يقدروا يدخلوا معانا يجهزوا، بغض النظر عن لحقهم بالمباراة دي ولا لأ، لكن هيظل هي دي الفرصة المهمة بالنسبة لهم، إن إحنا يبقى عندنا عدد من الأيام نقدر نلعب نشتغل فيه كويس، ويبقى عندهم فرصة إنهم يقربوا من باقي الفريق يعني، وخصوصا إن عندنا بعض اللعيبة أو دايما هيبقى عندنا بعض الغيابات اللي فيها سواء إنذارات أو إصابات يعني، لكن الحمد لله ما عندناش إصابات غير أحمد بوسكا. الإنذارات بقى في فريد وصالح وطيارة، ما بقوش معانا الماتش الجاي، لكن إن شاء الله يبقوا موجودين بعد كده بإذن الله. عودة عمر كمال عبد الواحد وجريندو، وبالتأكيد وجودهم في المباريات الودية ظهروا بشكل جيد. والله طبعا عمر كان بقاله مدة بعيد، والأسبوع ده شغال كويس. جريندو كان عنده بعض المشاكل في التجنيد وكده، والحمد لله اتحلت. الناس كانوا معانا يعني بصراحة عاملونا معاملة جيدة جدا، وقدرنا ان هو يخرج ويستعد يعني ان شاء الله. طوال فترة تدريب حضرتك للمصري منذ تولي المهمة، بالتأكيد يعني انت كنت حاطط تقييم للتجربة، واضح ان التجربة ناجحة بدليل النتائج الأخيرة. الموسم القادم كابتن إيهاب جلال كيف يفكر مع المصري؟ هل في مفاوضات من جانب النادي المصري او كلام على الموسم الجديد، ترتيبات الموسم الجديد؟ عارفين ان حضرتك عايز تنهي الموسم ده بشكل كويس، ولكن ايضا تطلعات للموسم الجديد والاستمرار مع النادي المصري. لا، هو حاليا احنا بنحط افكار لكن ما بنحطش قرارات، يعني بنقول ايه اللي ممكن يتعمل، او هنحاسب او يعني هنحاسب اللعيبه ازاي، او اما نيجي يعني نجيب بعض اللعيبه بتبقى يعني مهم جدا ان احنا نبقى عارفين مين اللي هيقعد معانا، ودي حاجه من الحاجات المهمه. ده مش هيبان دلوقتي، لكن بنحط حاجات عامه، بنحط خطوط عامه لكيفيه التعامل مع اللعيبه الموسم القادم، وكيفيه او يعني ايه اللي احنا عاوزينه ان شاء الله من الموسم اللي قادم. لكن اهم حاجه هو توفيق ربنا، ربنا وفقنا وعملنا بعض النتائج الجيده، محتاجين ان شاء الله استمراريه في الكلام ده عشان ننهي الموسم على خير ان شاء الله، ومكاننا في الموسم ده هيحدد برضو بعض الحاجات المختلفه شويه. تواجد هذا الموسم اكيد حضرتك عايز تنهي الدوري بشكل كويس، ولكن المواجهات القادمه اكيد هي هتحدد الشكل، ولكن جماهير بورسعيد عامل مساعد اكيد في هذه النتائج، واكيد بتشعر الحاله الموجوده في شارع بورسعيد. والله دي حقيقه، الجماهير اللي احنا بنقابلها في الشارع، اللي بتبقى معانا، الاسر اللي احنا بنقابلها، وبنلاقي يعني استقبال غير عادي، مخلينا احنا يعني سعداء ان احنا موجودين. مجلس اداره معانا بيحاول يعمل كل حاجه للنادي،
حافظ بورسعيد، فكل الناس احنا ما نقدرش نشتغل لوحدنا، كل هي المنظومه كلها كل واحد بيشتغل شغله، لعيبه عندنا لعيبه يعني متحملين مسؤوليه بدرجه كبيره جدا، حتى مش محتاجين دافع نفسي انهم يشتغلوا، تطوروا دي حاجه جيده جدا، عندهم استجابه لكتير من الحاجات، ودي برضو هتنفعنا ان شاء الله في الفتره اللي جايه ان شاء الله في الموسم القادم. يعني ميزه يراها البعض هي ميزه الدقائق الاخيره في بعض المباريات وبعض المواجهات، النادي المصري بيقدر يعادل النتيجه وبيقدر يعزز من النتيجه. شفنا الكلام ده في مباراه المقاولين، مباراه سموحه، دايما وبيراميدز ايضا، الدقائق الاخيره او اللحظات الاخيره من المواجهات بيكون النادي المصري ليه الكفه الراجحه. سر هذه الميزه والله بعد توفيق ربنا روح اللعيبه، احساسهم بانهم ممكن يعملوا حاجه جيده وانهم مش اقل من الفرق الثانيه، واهم حاجه ان نكون بنعمل الكلام ده بتنظيم، ودي حاجه جيده، ودي دي اللي احنا سعداء بيها، ان برضو بتحافظ على شكلك حتى اخر مباراه، ما تبقاش فيه يعني الشكل او الطريقه بتبوظ او بيحصل حاجه مختلفه، والحمد لله ربنا كرمنا يعني الفتره اللي فاتت. رسالتك للاعبين المصابين حاليا اسلام صلاح يمكن بعد غيابه هيقترب من عام، واحمد جمعه واحمد بوسكا. والله يا احمد جمعه يعني اسهلهم حتى الان، كده كده هو مش هيبدا غير الموسم القادم معانا. بوسكا ان شاء الله يلحق، واسلام ان شاء الله يلحق، واقول لهم ده قدر ربنا وده اختبار من ربنا، وان شاء الله تعودوا وترجعوا احسن من الاول باذن الله يعني ان شاء الله.